ودلوقتي يا جماعة ايوه طلعت ال طلعت المنظر ده. ودلوقتي هنبدأ في تسوية العكاوي بتاعتنا. جبنا طاسة وحطينا فيها معلقة سمنة كبيرة سيحناها، وهنبدأ ننزل بالعكاوي بتاعتنا تاخد لون. عايزة الأول ايه اخد لون على الوشين في العكاوي عشان خاطر تدي لون معايا حلو. طريقتها سهلة وبسيطة وإن شاء الله تعجبكم. الناس اللي بتحب تعمل طواجن بس بتستصعبها، لا طريقتها مش صعبة خالص. هبدأ بس أخليها تاخد لون، هي تاخد لون من الناحيتين، وبعد كده هنشوف هنعمل بقية الخطوات ازاي. كده كده شوية وننزل بقية العكاوي الصغيرة ديت. انا هبدأ هنا اخلي النار عندي تبقى متوسطة عقبال لما احط بقية المكونات بتاعتي، بس الخطوة دي هحط كمية القشطة نص معلقة كده كمية القشطة، بس الخطوة دي بتطلع ريحة اقوى بتاعت العكاوي. بعد لما العكاوي بتاعتي خدت لون من كل الاتجاهات، كل الاتجاهات عندي كده خدت اللون اللي انا عايزاه، الطبق اللي انا عايزاه، هبدأ أنزل بالبصل. حوالي 4 بصلات كبار مفرومين، بس الفرمة تبقى خشنة ما تبقاش ناعمة أوي، تبقى مسترنا شوية. قلبها كده تقليبة حلوة. وهنزل ببقية البهارات بتاعتي. أول حاجة كبة صيني، كبة صيني دي بتدي طعم حلو جدا وريحة برضه حلوة، ومبتخليش بقى فيه زفارة في اللحوم خالص، إذا كان في اللحوم أو فراخ. ربع معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة ثوم بودر وبصل بودر. وأهم حاجة يا جماعة في العكاوي بيدي طعم حلو جدا فعلا، وبتفرق مع البهارات الجنزبيل. الجنزبيل معاها يعني بيفرق. نص معلقة برضه. وحاجة بسيطة خالص، حبهان ورق رولة، حبهان ورق لوري مطحونين برضو نص معلقة. يستحسن يبقوا مطحونين، يعني انا بحب البهارات كلها تبقى مطحونة علشان خاطر ما اقعدش اشيل حبهان بيجي مثلا وانا باكل، او ورق لوري هدور عليه واشيله، فالحاجة تبقى مطحونة تبقى احلى. ونص معلقة ملح. بعد لما حطيت البهارات بتاعتي عشان الحاجه بتاعتي دي، بس قبل ما احط البهارات انا كان المفروض احط معلقه ثوم، معلقه ثوم كبيره. المفروض بعد ما حطيت البصل كنت احط الثوم قبل البهارات. انا هتاخد كده على جنب كده شويه، اقلبها تقليبه عشان خاطر ريحه الثوم تطلع معايا وتبقى كده حلوه. وهبدا اقلب بقى الحاجات دي كلها على بعضها كده، البهارات بتاعتي والبصل والثوم. ريحه يا جماعه مش قادره اوصف لكم، ريحه حلوه جدا. دلوقتي بقى انا هزود الميه عشان خاطر العكاوي، والميه لما اجي ازودها هحط يعني الاول احط كوبايه، بعد كده نص كوبايه نص كوبايه لغايه لما تستوي معايا شوية شوية. في الآخر هنحط برضه بقية مكونات تانية مهمة في العكاوي، تدي لون وشكل حلو وطعم أحلى. وبعد كده نحطها في بايركس للفرن. دلوقتي أنا هزود المية وهخلي النار متوسطة لغاية تستوي، ولما تستوي هنشوف هنعمل إيه تاني مع بعض. أنا دلوقتي يا جماعة هزود مية أهي حوالي كوباية في البداية، كوباية صغيرة مش كوباية كبيرة. وبعد كده لما تعوز العكاوي ميه معايا زودها ميه سخنه مش ميه من الحنفيه، دي بتفرق. بس كده كميه الميه انا شايفاها مناسبه قوي عشان البصل لسه هينزل الميه برده، وهغطيها لغايه لما تستوي. ولو حسيت في النص ان هي عايزه ميه هزودها ميه شويه شويه لغايه تستوي. في الاخر هنشوف مع بعض شكلها عامل ازاي. دلوقتي يا جماعه العكاوي بتاعتنا جاهزه خالص.
انا يا دوبك زودتها مرتين ميه، كل مره حوالي نص كوبايه. الملح والحاجه بتاعتها زي ما احنا حطيناها اول مره الحمد لله، يعني ما اضطرتش ان انا احط حاجات تانيه لغايه لما استوت معايا خالص. بص شكلها، الريحه مش قادره اوصف لها. انا سايبه شويه يعني صوص او ميه يعني في العكاوي علشان خاطر لسه هحطها في الفرن، بس قبل ما احطها في الفرن انا هضيف عليها 3 حبات طماطم و3 حبات فلفل اخضر، تدي لون حلو وطعم كمان احلى، لان البصل والخضار اللي احنا بنحطه دوت يعني من كتر ما هو مشارب من العكاوي هتاكليه هو اكتر من العكاوي، تدي لون كده متبقاش كلها حاسه ان هي لون واحد، تدي لون حلو جدا. وكمان الصوص دوت الطماطم مع الفلفل مع البصل تاكليه طعم حلو قوي. العكاوي ممكن يقدم معاها عيش وبطاطس محمره او رز ابيض اللي حابب ان هو ياكل معاها رز. دلوقتي انا هحطها في بايركس وهحطها في الفرن يعني حوالي ربع ساعه بس ان هي تتشمع معايا. وده الشكل النهائي للطاجن العكاوي بتاعنا، طريقته سهله جدا وبسيطه وريحته وطعمه ان شاء الله هيبقى احلى. عايزاكم تجربوه تقولوا لي ايه رايكم. بالف هنا وشفا.